دلوقتي كلنا فينا عيوب طبعا، ربنا خلقنا بشر. كده. طب دلوقتي لو انا حد اولا اللي مش معترف بعيوبه يعمل ايه؟ ثانيا اللي معترف وعارفهم يحسنهم ازاي او يغيرهم ازاي؟ بصي، لما ابقى لابسه نظاره هل انا شايفه النظاره اللي انا لابسها؟ لا. لا، بس اول حاجه عيني بتعدي عليها ايه؟ هي النظاره. فناس كتيره جدا بيبقى عندها عيوب هي مش شايفه ان عندها عيوب، لان هي شايفه من خلال العيب او هي عايشه العيب بس هي مش شايفاه. فلو انا مش حاسس ان انا عندي عيب، والله لو من هنا لبكره عماله تقولي لي انت عندك المشكله الفلانيه، انا مش سامعاكي ومش شايفاه، يعني مش حاسه بيها. مش حاسه بيها اصلا. انتوا اللي عندكم مشكله ان انتوا شايفيني كده، مش مشكلتي. فدي اول حاجه. فما اقدرش. بس الناس دي كارثه طبعا. عارفه ليه الناس دي كارثه؟ النظاره ده احلى تعبير، لان هو دايما بيقولك انت اللي عندك مشكله مش انا. بس برضو في الناحيه الثانيه، هو انا ما بشوفش غير العيوب اللي فيا، يعني انا مش هشوف فيكي عيوب فيكي. انا هشوف اللي فيا انا فيكي. كل شخص انعكاس للي جواه. بالظبط كده. فانا هشوف عيوبي فيكي، فاجي اقول ايه هي مالها مش عارفه، انا اللي عندي العيب ده مش انت. فدي اول حاجه. تاني حاجه، لو انا عندي عيب وعايزه اغيره، ابدا اشوف طب العيب ده انا ربطه بايه؟ لان في اوقات كتيره جدا بنربط قيمتنا بشيء او بفعل معين او بشيء معين. فمحتاج اعرف انا السلوك ده او العيب ده انا ربطه بايه؟ ايه القيمه وراه؟ ايه الفاليو اللي وراه؟ لان القيمه اللي وراه، بمعنى انا دلوقتي بكذب. انا ما بعملش حاجه في حياتي غير انا عمال بكذب. طب انا بكذب ليه؟ عشان يبقى شكلي حلو. فانا رابط الكذب بان ده شكلي لازم يبقى حلو. بيجملني. فانا ما اقدرش اقول لك بطلي كده، لان لو قلت لك بطلي كده طب انا شكلي هيبقى عامل ازاي صعب. بعدها فمهم ابقى عارف العيب ده انا ربطه بايه، لان اول ما هعرف انا ربطه بايه، لو عشت حاجه تانية سلوك تاني بيعيشني القيمه دي، السلوك الكذب هيروح خالص. طب ما في سؤال صعب انا عايزه اساله لك، يعني بره السكريبت اصلا دلوقتي. انت قلتي قاعده كل يراك بعين طبعه، ان كل واحد بيشوفك بطبعه. افرضي حد من القريبين مني بيقول لي انت فيكي عيب كذا، انا اعرف منين بقى ده فيا العيب ده بجد ولا هو بيعكس هو اللي فيه عنده وشايفه فيا انا؟ بصي، هل شخص واحد بس اللي بيقول العيب ده المشكلة دي ولا لا؟ دي أول حاجة. يعني هل رأي الموضوع واحد؟ ده رأي واحد ولا رأي جمعي؟ فدي أول نقطة. لو رأي واحد أبدأ أقف أنا مع نفسي، أدخل بقى الكشافة أبص على جوه. طب هل أنا فعلا عملت ده ولا هو اللي خرج مني السلوك ده؟ لأن في أوقات أنا اللي قدامي بيخرج من جوايا أسوأ السلوكيات، سلوك سلبي. أنا فعلا كلمتك بطريقة وحشة. بس انا العادي بتاعي، ما في مثل بالانجليزي بيقول لك some people bring the best in you some people bring the worst on you. بالظبط. في بعض الناس بتطلع الافضل فيك وبعض الناس تطلع الاسوء ما فيك. some people مالناش دعوه بيهم. بس اتفضل يا مان. فهي النقطه، انا محتاج ادخل وقتها الكشاف واشوف هل انا فعلا ده العادي بتاعي ولا لا، دي كانت غريبه جايه غريبه عليا، سلوك جه كده. هنا بشوف لو ده سلوك العادي لأقف واقفة مع نفسي، لكن لو ده مع شخص واحد يبقى في حاجة حصلت. يبقى ده مش الطبيعي بتاعي، يبقى ده مش أنا. صح. يبقى ده هو. في قصة لناس عايشة في هاواي. الناس دول هاواي من أحلى البلاد طبعا، وعلى البحر وحاجة تحفة. القصة دي أنا اتعلمتها من الدكتور بتاعي وإحنا بندرس هناك، فيقول لك إيه دايما كانوا هناك بيستخدموا المركب الصغيرة الفلوكة. وبعدين جالهم مركب كبيرة قوي زي بتاع التايتانيك كده، مركب كبيرة نزل منها ناس كتير، فهم شافوا ناس كتيرة جايين فجأة، فهم ايه ده، انتوا ايه اللي جابكم، انتوا جيتوا ازاي، هم بالمركب، فين المركب، هم المركب اللي هناك، هم مش شايفين المركب، هم مش شايفين غير الفلوكة معناها واقفة اهي كبيرة اهي وتملى العين، يعني مش شايفين انتوا جيتوا فين يا ابني، المركب اهي. لغاية لما وروهم دي اسمها مركب. فانت مش هتشوف حاجة لو انت ما تعرفش.